سلام المسيح مشاهدينا الأحباء برحب بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم المرأة المسلمة ومرحبا بمشاهدينا في البث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي مشاهدينا في الحلقة الماضية قدمت لكم حلقة خاصة عن قصة إسراء غريب اللي اتقتلت غدر بإيد أخواتها و يعني أفراد من عائلتها لأنها أخذت صورة مع خطيبها فانتفضت المراه الفلسطينيه من اجل اسراء وكل اللي هم زي اسراء اللي بتطولهم ايادي غادره بدعوه الشرف وكرامه العيله استهتارا بالمراه وحقها في الحياه والاختيار. المراه الفلسطينيه انتفضت وعلت صوتها من اجل الامر ده. وبالامس حسمت النيابه الفلسطينيه الامر في قضيه اسراء. نفت ان اسراء تكون وقعت من البلكونه زي ما بيقولوا او زي ما ادعى اهلها واخواتها وزوج اختها وصدر التقرير الطبي بيوضح انها ماتت بسبب الضرب والتعنيف وانه تم توقيف ثلاث اشخاص على الاقل من أ... من قرايبها قالوا بس اول حروف من اساميهم علشان آآ يعني التحقيق مازال جاري لكن دي يعني نصره لازم نقول ان المراه الفلسطينيه هنا هزمت خرافات الجن العاشق والشرف والشرف الكاذب ويعني كل هذا الهراء واصبح اسم اسراء غريب جرس انذار لكل من يستهين بحياه امراه بهذا الشكل انا عايزه اقول الاول انه نعم هي دي نصره ولكننا يعني لما بنقول حتى لما النيابه تعترف بسبب موت البنت دي وازاي ماتت يعني قد ايه ده شيء محزن ويكسر القلب ولكنه انتصار للمراه في في هذا الـ الـ يعني القطاع الكبير من عالمنا العربي والاسلامي. شكرا لكل امراه وقفت وقدمت صوتها واصرت على حقها حقها في الحياه حقها في الاختيار انتم يا يا سيدات عالمنا يعني المقموعين صناع تاريخ وحضاره وغد افضل لاولادكم واحفادكم والنهارده انا هقدم لكم موضوع في نفس السياق تقريبا لكن يعني ده طريق نضال اطول كتير من اجل الحريه للمراه المراه السعوديه خاصه طريق كفاح طويل يعني بدانا نشوفه يتطور تدريجيا في الشهور الاخيره ويمكن سنتين ثلاثه اخرين في عوامل كتير بتتداخل في عوامل بتناصره وعوامل بتعارضه التطور والتغيير في حياه المراه السعوديه قصه كفاح طويله ففي ناس بتعارض وفي ناس بتناصر وفي عوامل دلوقتي خرجته من اطار الحديث الى اطار العمل الواقع اللي نقدر نقول انه بقى حقيقة في حياتها في حلقة النهاردة هنناقش التغيير ده في السعودية والتغيير ده حضارة تحضر ام اسلام هل هو ده الوجه الحقيقي للإسلام اللي الناس بتحاول إنها تقول لا 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 ده الوجه الحقيقي للإسلام الحرية بالشكل ده وهكذا ويعني الصور اللي إيه إيه ان المسلمين عايزين يطفوها على الاسلام انا هقف هنا واقول انه على فكره يعني اما بسمع مثلا ولي العهد بيتكلم ما بشوفوش بيتكلم على الاسلام انا شايفاه بيتكلم عن خطه عنده هو عايز يحققها عشان يساعد اهل بلده علشان يحقق خطته في انه المملكه تكون ليها شكل جديد وعصري وحضاري وكل ده دي خطته لكن للاسف اني لما بسمع النسويات وهما بيتكلموا والناشطات وهما بيتكلموا دايما يقولوا وهو ده الاسلام الاسلام كرمني الاسلام كذا الاسلام كذا علشان ايه يعني لا اعتقد انه هم نفسهم مقتنعين بكده يعني اعتقد ان بيقولوا كده علشان ده يكون غطاء ل انهم بيرفعوا صوتهم ويقولوا احنا بنطالب بحقنا فهل دي حضاره ام اسلام وهو ده بقى عنوان حلقتنا النهارده في يعني اتجاه كبير اتجاه التغيير الواضح في السعوديه ازاي ابتدى وفين ابتدى وامتى ابتدى وهو ده اللي هنقدمه لكم النهارده الحلقه بعنوان اسلام ام حضاره والسؤال مطروح ليكم اللي حارده عليكم النهارده ده, ده تقولوا لي انتوا ده اسلام ام حضاره؟ فكر وثقافه اسلاميه ام حضاره عايزه ترتقي الى الليبراليه والاعتدال والحريه والتساوي والمساواه؟ اسئله وحب ان أنا اسمع صوتك وخصوصا صوت المراه السعوديه اللي هي محور الكلام بتاعنا النهارده في تغييرات كتيره في السعوديه تشمل الجميع لكن التغيير الحقيقي والاساسي هو التغيير في حياه المراه السعوديه اللي هي اساسه على فكره السعوديه معقل الاسلام البلد اللي تطبق الشريعه فيه حرفيا البلد اللي يعني أخرجت فكرة الصحوة الإسلامية في الثمانينات وصدرتها في صور مختلفة للبلاد الإسلامية كلها يعني تصدير في تصميم على أنه البلاد الإسلامية المجاورة للسعودية تحصل فيها أسلمة للفكر والفكر السلفي يعني الشديد القتامه فا يعني فكره الصحوه كانت هي الفكره فيها العوده للاسلام الصحيح. ولكن كلما عدنا وهما ده حقيقي هما بيعملوا كده فعلا هما عايزين يرجعوا للاسلام الصحيح الصحيح اللي كان في البدايه. وكلما عدنا واتجهنا نحو الاسلام وافكاره اللي هم بيقولوا عليها الافكار الحقيقيه الصحيحه الكتب بتقول عليها كده والقران بيقول عليها كده والحديث والسنه وكل ده كل ما عدنا لهذه الافكار الانفصاليه والرجعيه اتجهنا الى طريق العوده للخلف يعني عارفين في مصر كده يقول لك ايه للخلف دور وترجع تتقهقر للوراء او وشك وشك ورا بقى وتمشي على طول تعود الى الخلف وتبتعد عن الثقافة والحضارة والحياة والتقدم والحرية أيضا من أهم العلامات لكده أنه عندما يوجد الإسلام نجد أن المرأة بالذات هي المستهدفة بالقمع والقيود والإحباط ما ينفعش نختلف على هذا الأمر واللي عنده رأي آخر من فضلك قولي إزاي بتقدر تشوف ده وإزاي بتقدر تشوف الحرية في حياة المرأة المسلمة في العالم الإسلامي اللي بيقدمها لها الإسلام والنصوص الإسلامية أنا عايز أعرفها من النص الإسلامي من الشرع الإسلامي مش من اختيارات عيلة ولا حرية واحدة ولا أن هذه المرأة جبهت علشان تصل إلى المركز اللي هي فيه جبال من الحروب اللي بتقول لها قال الله وقال الرسول فأي مجال بتنجح فيه المرأة هو غالبا ما تجد انه مخالف للشرع الاسلامي، لو خدت بس مجال واحد يعني مثلا لو قلنا القضاء. ان تحكم المراه وان تكون قاضيه وانها تكون في مكان يبقى فوق الراجل ده شيء مرفوض اسلاميا تماما. ما ينفعش انها تكون في مكان تبقى تتولى على الرجل او ان المراه تبقى رئيس جمهوريه عندما يتاح ذلك او يباح لها ذلك فهو عن طريق العمل السياسي والعمل الاجتماعي والنشطاء حقوق الانسان هم اللي بيحققوا ده المراه نفسها ومن يساندها. ده الواقع اللي لازم نعترف بيه لكن يبقى النص كما هو. انه المراه لا يمكن انها تتولى على رجل ما ينفعش لانه هو اللي فوقها هو والرجال عليهم درجه عليهن درجه مش كده الحياة في السعوديه بقى مثل واضح لكده فهناك بدات الفكره الاسلاميه دعوه محمد اللي جعل المراه مصدر للفتنه والشهوات وللشر يعني ما تناقشنيش كتير في الموضوع ده اذا كان عندك نص اوكي والنص اللي عندك ما يكونش يخالف النص اللي هقوله لك لما محمد قال مثلا ما تركت بعدي فتنه اشد على الرجال من النساء ماذا يقول ذلك في النساء واكد فكرته بقى في مفهومه القراني الكلام اللي هو جايبه لنا بيقول ان هو من عند اله وهو لا يخص الله في شيء يقول لك انه زين للناس حب الشهوات من النساء وكذا وكذا والرجال والاطفال والمش والاموال وعد بقى بس ايه حب الشهوات من النساء ومن زين هو الله اذا يضع المراه في مرتبه يعني دايما هي هتكون محتاجه انها تدافع عن نفسها ودايما هتكون محتاجه انها تنظف نفسها من انها مصدر شهوات او مصدر خطيه او مصدر شر او مصدر آآ آآ يعني آآ تعب للراجل. الاسلام اكد على اهميه قمعها والسيطره عليها بفرض نظام ايه؟ القوامه وافضليه الرجل عليها واعطائه حق التاديب والتحكم والتصرف في كل امور حياتها الخاصه والعامه. ده واقع. ايات قرانيه وكلنا عارفينها اوكي okay. خليني اقف هنا واخد مكالمه مين معايا انا اسفه قولي الاسم تاني اهلا اخت مارينا اهلا حبيبتي ازيك ازيك يا دكتور؟ عاملة ايه يا دكتور؟ نشكر ربنا. الأخت مارينا مش هي الأخت مارينا شريكتي في العمل لكن هي مارينا عابرة مصرية أهلا بيكي يا حبيبتي ازيك؟ أهلا بيكي يا دكتور أهلا بيكي يا دكتور. شرف كبير ليا أن تكون عابرة زيي بالظبط كده وأختي في المعمودية وتكون بنفس كفاءة حضرتك كده حاجة تبقى الواحد مبسوط جدا إن ان في ناس بالعقليه بتاعت حضرتك كده يقدر يستفيد منها في طول حياته ربنا يباركك هو ده عمل إن المسيح ليكي ليكي فضل كبير جدا على اللي انا فيه من بعد ربنا ليكي فضل كبير جدا جدا حضرتك وابونا وابونا داوود لحمي كنتوا السبب الرئيسي في اللي انا فيه بجد كلامكم كله كان معبر ومؤثر فهمتوني حاجات كبيره جدا انا ما كنتش اعرفها خالص عملت مناظرات بيني وبين نفسي اللي ما كنتش ينفع عندنا اعملها بيني وبين اي حد. لقيت فعلا الموضوع كله مختلف خالص. اوكي انا مش عارفة اشكرك ازاي بجد على الكلام <applause> اللي حضرتك دايما بتقوليه. طيب شكرا. الرئيسيه ولا في البرامج ولا في اي برنامج. ربنا يباركك، بصي يا مارينا الفضل كله لله واحنا ما نقدرش نقول حاجه الا المعطاه منه طبعًا. فاللي انت استلمتيه من من روح الله هو من روح الله فقط انا مجرد اداه وابونا وكل وكل خادم يقف على منبر هو مسؤول عن كلمه الله اللي بيقدمها للناس. فمارينا انت بقالك قد ايه عابره؟ سنه سنه وثلاث شهور مجد للرب مجد للرب طيب أم. قولي لي لو لو عايزه تقولي حاجه عن المسيح تقدري تقولي عن المسيح ايه في حياتك يا مارين بس حضرتك هو عامه مش المسيح اللي عايزه اقوله كمان انا كمان يعني هو طبعا ربنا عارف انا عايز من جوه مني عايزه اقول ايه بس انا دلوقتي عايزه اكلم كل عابر وعابره زيي بالظبط اوكي في ناس كتيره جدا بتتردد وبترجع تاني علشان ما تلاقيش حد يوجهها التوجيه صح <applause> اللي بيخش المسيحيه يعرف ان اولا المسيحيه دي اسلوب حياه لما بتقرا الانجيل الانجيل ده عباره عن مؤسسه كامله متكامله بتوجهك حياتك بتعلمك ازاي تعيش حياتك تخليك <applause> تبقى راقي بينك وبين نفسك على الاقل احنا مش بنخش عشان الناس <applause> احنا بنخش عشان ربنا لو أمين. الناس هي اللي هتخليك تخش المسيحيه يبقى يفضل تخليك في الضلال اللي انت فيه كويس لان دي... هي بتنورلك طريقه دي نصيحه طيب كويسه معانا ايه؟ م -م. عمل معانا كتير جدا بيعمل معاك كل يوم مش شرط تبقى معجزه بتشوفها بعينيك طيب. طيب انا مبنية. انا مش عايزاكي تقولي لي معجزه عملها ربنا مع... معاكي انا, أنا عايزاكي تقولي لي قلبك الله عمل ايه في قلبك وحياتك تغيير حقيقي بس ايه عمل حاجات كبيره جدا اول م -م. حاجه طبعا نور لي قلبي انا ما كنتش عارفه مش فاهمه اي حاجه م -م. احنا كنا كلنا بالفكرة لما تبقى حاجه انت مولوده فيها مولوده عليها ومش فاهماها yeah. فمولوده بيها اصلا بتفضلي تفضلي تفضل معاكي لحد ما توصلي سن معين ما بتبقيش فاهماها وبعد كده لازم تحصل حاجه في حياتك عشان تفهمي الحق من الباطل فلما بتحصل لازم قلبك يتنور لازم قلبك ينور من جوه مني لازم طب <applause> كويس وبعد كده حضرتك هي مش المعرق مش مش بس الانجيل هو اللي نور طريقي بكلام ربنا لا هو ربنا كمان لما بيحب يبين لبني ادم الصح والغلط انه كلنا في اختيار بيوريه بي 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 الصح والغلط ازاي يعني بيعملوا زي سهم بيرسم سهم في حياته فبيقولوا هو ده الصح وهو ده الغلط انت اختار زي ما انت عايز مش مجبرين ان احنا نختار احنا كلنا مخيرين مش مجبرين على الشيء طب كويس طبعا انا انا سعيده مش عارفه انا يعني انا يمكن مش محضره طبعا هقول بس بس عايزه اقول لحضرتك ربنا ده حاجه جميله جدا كويس هو كل حاجه مش حاجه هو كل حاجه في حياتنا وانا فرحانه إيه بشهادتك للرب ومارينا احنا عايشه احنا عندنا هن... مشروع امين احنا هنكون بنتابع معاكي باذن ربنا و يعني في اسم يسوع هنلاقي ناس يقدروا يكملوا معاكي الطريق والتلمذه وتكملي مع الرب تنوي فيه وفي يعني هو معينك في كل ظروفك حاجه مهمه قوي عايزه اقولها للعابرين دقيقه واحده مارينا للعابرين من خلال صوت مارينا هنا أنا اتكلمت مع مارينا من من يومين والحقيقة إنه المكالمة كلها ما سمعتش فيها ولا شكوى. اتكلمنا 25 دقيقة على فكرة. ما سمعتش فيها ولا شكوى وده مش شكر في مارينا ده شكر في عمل الله في حياتها. فأنا بقول لكل عابر وعابرة النهاردة بيسمعونا إنه الفرح بالمسيح والنصرة أنه المسيح في حياتك يعطيك القوة على كل ظروفك المحيطة آآ 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 الأخت دي عايشة في بلدها الأصلية لسه أوكي. فأنت كمان وأنت كمان يلي بتسمعوني أي مكان تكونوا فيه حتى في قلب السعودية اللي هي محور حلقتنا النهاردة إحنا بنقول لكم أن فرح الله هو قوتكم وأنه هو معاك في كل ظروفك في كل ظروفك أمين امين حبيبتي مارينا آه انا فرحانه قوي اني اتكلمت معاكي وشكرا على شهادتك لاخواتك وشهادتك لعمل المسيح في حياتك سبعاني ربنا بجد يبارك لك ويديكي النعم الو شكرا يا حبيبتي ويبارك لك كمان ونتكلم تاني قريب الرب يبارك اكيد اكيد شكرا طيب مع, مع السلامه في مكالمة تانية مين معانا؟ طيب أهلا أخونا أحمد اتفضل سلام المسيح معاك. ألو المكالمة وقعت؟ أوكي مفيش مشكلة أوكي طيب خلينا نرجع تاني لتكملة الفكره بس يعني تعرف خليني اقف قبل ما اكمل الفكره وصلي من اجل العابرين اللي موجودين على الارض دلوقتي مكالمه مارينا اللي كانت من يومين ولا النهارده حركت قلبي جدا من اجلكم ويعني انتوا دايما في صلاتي لكن النهارده هنصلي مع بعض ان الله يكون معين ليكم في كل ظرف صعب وان الله يكون فرح حياتكم ومركز حياتكم في كل وقت واستجابه صلاتكم في كل وقت ومعين ليكم في كل دي يا رب انا برفع امامك اخواتي العابرين والعابرات ملايين منهم امامك يا رب رؤوسهم منحنيه بتقول لك يا رب يعني ليس لنا ولكن لاسمك تعطي مجدا وانا كمان معاهم النهارده بقول اعطي مجدا ليك انت يا رب في حياه كل عابر وعابره باولادهم بظروفهم بزوجاتهم اعن يا رب الكنيسه انها تكون اليوم معونه لاخواتنا العابرين في كل مكان وانهم يحتضنوا هذا الجزء الهام من جسدك اليوم يا رب ليك المجد والكرامه امين امين طيب كنا بنتكلم عن انه الاسلام وضع ضوابط على انه المراه يعني دايما يكون في حد فوقها بنظام القوامه خلاها تبقى ما تعرفش تتصرف في اي حاجه من امور حياتها. المراه قبل الاسلام على خلاف ما يعتقد الكثيرين كانت صاحبة حق وليها مكانه واختيار وانا اتكلمت معاكم في الموضوع ده قبل كده واتكلمنا عن علامات في التاريخ الاسلامي والاثر الاسلامي الموجود اشهرهم خديجه وكتابات كثيره ايضا اتكتبت عن سيدات كانوا قبل محمد وفي عصر محمد وبعد محمد الاختلاف الـ الـ الواضح يعني في قصص وحياه السيدات دول اللي كانوا قبل وبعد محمد اختلاف كبير قوي لانه قبله كانوا تقدر تسمي الست فاكرين لما قلت لكم انه في كتاب بيتكلم عن تاريخ امهات محمد او جداته مثلا فيقول لك اسم الست لسبع جد وكانت بتعمل ايه وحرفتها ايه وبنت مين وقبيله ايه؟ كانوا النساء يعطوا آآ آآ يستطيعوا انهم يجيروا الناس لان كان ليهم سلطان في قبائلهم. كانت كانوا النساء يمتلكوا ويرثوا ايضا على خلاف كل اللي قالوه لنا قبل كده واحنا في المسلمين، التاريخ يثبت ده. لكن لما جه محمد شال كل الكلام ده لانه كان يعلم انهم مصدر القوه اللي بيعرفوا بالظبط يعني ايه الست تفهم بالروح وبالقلب كده بالفهلوه عندنا ال 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 الست حدقه تعرف تفهم فاللي فال يبص له كان يعرف ان هو بيقول اللي هو عايزه لما عيشه قالت له اني يعني اني ارى ربك يسرع لهواك اللي انت عايزه بيعمله لك يعني مش كده علشان كده قمع السيدات بعد أن كانت المرأة في هذا العصر لها مكانة الإسلام نزل من شأنها المرأة السعودية في العصر الحالي ده اللي احنا فيه يعني لو, لو نفتكر انها في الستينات كانت اول مرة المرأة السعودية يطلع لها شهادة ميلاد او شهادة وفاة مثلا يعني ف يعني ده بس الحق ال, ال... يعني ال... الاكثر بساطه في انها يثبت انها موجوده ويثبت انها مش موجوده مثلا يعني في ستات ما... ما مش معروف عمرهم كام ولا سنهم ايه ولا عايشين فين ولا هم ايه ولا ولا ان ماتت مح... يعني اهي جثه موجوده في اي حته وخلاص لانها ما... ما فيش اي اثبات هي مين. فالمرأة السعودية في هذا العصر كانت ناقصة الأهلية قانونا وشرعا ما تقدرش تاخد أبسط قرارات حياتها بدون ولي في هذا العصر ده حد من يعني أسبوعين ثلاثة فاتوا كانت المرأة السعودية ما تقدرش مثلا تروح مستشفى وتمضي على عمل عملية لنفسها ما تقدرش لأن لازم وليها ما تقدرش تروح تطلع بطاقة من غير وليها ما تقدرش تطلع باسبور من غير وليها ما تقدرش تروح تثبت نسب اولادها من غير وليها، طب افرض ان واحده حامل مثلا وجوزها مات وملاش اي حد. مين اللي هيثبت لها؟ لازم تستنى بقى ابن عم خالد جد امها عشان يجي يروح معاها عشان يقيد المولود لمجرد قيد المولود ما كانتش تقدر تعمل كده. فلا يحق ليها انها تاخد ابسط امور وقرارات حياتها فضلت المراه السعوديه لسنين عديده بتناضل وتطالب بحقوقها وتدفع الثمن بشكل كبير شفنا كل النشطات يعني اللي عرفوا على الساحه دفعوا ثمن باهظ جدا الناشطه اللي كانت من كذا سنه ابتدت موضوع قياده المراه والمطالبه بقياده المراه دي عيني يعني اسمها ايه ايمان الشريف انا اسفه يعني بعتذر لانه الاسم رايح من من بالي اعتقد الشريف يعني اتبهدلت امه وعندها طفل ولانها بس يعني ابتدت الفكره اتحبست واتهمت واتبهدلت ويعني ولكنها اصرت انها تكمل. وكان اللي حصل النهارده من السماح لقياده المراه في السعوديه ان انه ده كان نتيجه اللي هي عملته. لكن قبلها كان في ستات طلعوا برضو واتفقوا مش عارفه حاجه و30 ست حاجه زي كده في يمكن 10 او 20 سنه قبل ده اتفقوا ان هم يقودوا سياراتهم ويطالبوا بالقياده ولكن اللي حصل انه اتقبض عليهم مش بس هم لا ده اتقبض عليهم وعلى كل ولي ليهم زوج بقى اب ام وبهدلوهم علشان يسكتوا الصوت. من المعروف انه في المملكه اسكات صوت المراه كان ضامن للثبات للسلطه. إلى أن ظهر الأمير محمد بن سلمان في الصورة وأنا حقف هنا عشان أقول أنه أنا لا أتفق في حاجات كثيرة بيعملها الأمير محمد بن سلمان ولا يهمني أن أنا أتفق ولا أختلف بصراحة يعني ما يهمنيش في كتير من المشاكل في تعامل الأمير والسلطة في السعودية مع النشطات اللي لسه محبوسين مثلا لكن يجب أن احنا نعترف ونقف عند كل أمر على حدة ونشوف التقدم عندما يحدث. التقدم اللي احنا شايفينه النهارده والقرارات اللي اخذها الامير محمد بن سلمان اتاثرت على حياه المراه السعوديه بشكل مباشر وعلى حياه العائلات السعوديه عموما. الامير محمد قال كده يعني نسب التخلف والقمع في حوار لي كان مع اعتقد 60 minutes او حاجه زي كده اللي هي برنامج 60 دقيقه نسب يعني التخلف والقمع ده الى السلطه الدينيه وتكلم عن حاجه تخص الصحوه ايضا ونسب ليهم انه التخلف بتاع ال 30 سنه اللي فاتوا كان نتيجه هذه الافكار لكن احنا كشباب بيقول بقى يعني ال ال المجموعة الأكبر من السعوديين تقريبا في عمر الثلاثين فبيقول كده أنه الثلاثين سنة اللي جاية إحنا من عمرنا إحنا مش هنضيعها في الهراء ده إحنا مش هنضيعها في الرجعية دي في مثل هذه الرجعية والقيود لكن أيضا هو ميز بشكل واضح أنه حرية مجتمع كامل بتعتمد على تحرير نص هذا المجتمع المرأة. ليه آه الأمير يعني آه كان عنده رؤية واضحة إنه يعطي حريات للمرأة لم تحدث ولم يعني آه يعني آه آه يقوم بها أي آه آه حد كان قبله في السلطة. كان الملك عبد الله مثلا وعد إنه حيكون في تفكير في موضوع القيادة لكن الأمير قال لا هيكون في تفك... هيكون في قياده صحيح نقدر نقول انه ما فيش بنيه تحتيه مع... يعني مؤهبه لذلك ولكن هو كان عارف انه كان لازم يعطي بعض الحريات علشان المجتمع ينهض من اول الحاجات اللي عملها في البدايه انه غير في نظام العمل واعطى بعض نساء متميزات في مجتمعه مناصب عالية جدا ومناصب إدارية هامة جدا وأنه مثلا المرأة دخلت في الجيش وابتدى يبقى ليهم تواجد في مناصب حكومية هامة دي كانت حاجة ما تحلمش بيها المرأة السعودية ومش عايزينها تتعلم أصلا وكانوا محددين لها تتعلم إيه وتتعلمش إيه فده كان إنجاز هام جدا لانه كان يعلم انه الامكانيات الموجوده في المراه هتفتح له مجال اكبر انه يوصل للي هو عايزه اللي هو عايزه ابتدى يعني فكره الانفتاح بانه يعمل ملاعب كوره وبعدين يعملها مختلطه وبعدين يعمل مقاهي وبعدين يعملها مختلطه وبعدين يعمل يعني سينمات وحاجات كده انواع الترفيه اللي اتعملت في السعوديه كانت صادمه للكل لما تسمع الناس وهي على انواع الترفيه والموسيقى والسينما وال والكونسيرت اللي هي الحفلات الموسيقيه الكبيره والاسماء الشهيره اللي جت اذا كان مرايا كاري او غيرها من الكثيرين اللي راحوا السعوديه وخصوصا السيدات يعني وما كانوش لا متحجبين ولا حتى طرحه وهي بتغني وترقص ولا اي حاجه ومن العالم العربي ومن العالم الغربي ايضا اما تسمع بعض الناس اللي من الدول العربية اللي بيستنكروا ده وخصوصا مثلا واحدة زي مطربة اللي اسمها أحلام مثلا قلت لك يعني لا ازاي الست تسوق في السعودية ليه يعني ازاي ما ينفعش عاداتنا تقاليدنا وهي أساسا ملهاش دعوة بأي حاجة يعني لكن هم عايزين هذه البقعة تفضل في ظلمتها مش هم بقى نقدر نقول ان ده الترتيب الشيطاني لهذه الأرض انها تفضل مظلمه دائما بظلاميه الفكر الاسلامي طبعا يعني الاختلاط في عده اماكن للترفيه وكل ده ما استقبلوش البعض بقى جوه السعوديه بشكل كويس ابدا الشيوخ ابتدوا يعترضوا زي مثلا هنشوف صورته دلوقتي الشيخ عمر المقبل اللي طلع وصرح بكده وقال انه الترفيه آه و... والنظام اللي حطه آه الامير للترفيه ده آه سلخ للمجتمع من هويته وانه النجوم والقدوات من الفنانين الغربيين آه آه معروفين بانهم بيشربوا خمر ويلبسوا الصليب ويفعلوا الفواحش فازاي دول يعني يكونوا آه آه امثله نحتذي بيها ونجيبها ليه عندنا بعد شوية تم اعتقاله أوكي. يقول لك اعتقلوه لأنه اعترض على هذه النظم الجديدة من الترفيه وكده فهل التغيير اللي بيحدث في السعودية يجابه ب يعني تشدد من الشيوخ والناس اللي موجودين ولا لا لا طبعا طبعا في مشاكل كبيره بيواجهها ده واحد بس بيعترض كده يعني آه على جنب لكنه شيخ ومعروف لكن لو لو آه يعني آه الامير جاب هذا الاعتراض بانه او السلطه جابت هذا الاعتراض بانهم ياخدوا آه آه يحبسوا الشيخ ده هل ده غير في الامر شيء لا بالعكس لانه آه آه ما زال هناك الكثير من الشيوخ والناس اللي آه ممكن ما يكونوش شيوخ ولكن مثلا من اعلاميين بيعترضوا على هذه الامور اللي جوه السعوديه، الا اذا كان الناس اللي بره في الدول الاسلاميه بيعترضوا عليها يبقى اهل السعوديه اللي تعودوا على السيطره وخصوصا قمع النساء والخوف على ان المراه هتجيب لهم العار، اتربوا على كده، فعلشان كده بيعترضوا على هذه الامور بشكل واضح جدا. خليني اشوف بعد كده من ضمن خطط الامير ان هو يخلي السعوديه مزار سياحي عالمي. طيب يعني ايه اللي هيواجه الامير من مشاكل في هذا الامر؟ خلينا نفكر في الامر ده شويه، خلينا نشوف في صورة هنا بتتكلم عن الخطة اللي عايز الأمير يعملها بيقول أنه 100 مليون سائح هي خطة السعودية لتصبح ضمن أكبر خمس دول سياحية في العالم طب يعني سمو الأمير يعني حضرتك هتعمل ده إزاي يعني أنت مثلا عايز تعمل سياحة دينية عايز تعمل سياحة دينية دي هيجيها بس المسلمين طب والمسيحيين هتدخلهم ازاي وممنوع دخول المسيحيين هل هتغير هذه القوانين ايضا هل هتكون السعودية مفتوحة للجميع هل الستات لما ييجوا لازم يغطوا برضو روسهم ويمشوا بالشكل ده ويلبسوا بالشكل ده ويتعاملوا بالشكل ده وهيئة الامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي يقال انها تشالت بس هنشوف بعد شوية لسه ما ولا اي حاجة في مشاكل كبيرة واصلاحات كثيره حتى يصل لكل ده بس يعني المشاكل الاوضح انا انا غير معترضه على انه تكون دي من احد الاهداف الهامه لكن يعني اللي انا بقوله ده مش اعتراض ولكن تساؤل التساؤل هنا انه كل المشاكل اللي انت هتواجه بيها واللي هذه السلطه هتواجه بيها تكون كلها في اطار الإسلام والفكر الإسلامي والتشدد الإسلامي والشيوخ المسلمين والقرآن والحديث وقال الله وقال الرسول في قصة حصلت كده خلينا ناخدها مثل ونربطها ده نربط دي بقى بدعوة السواح ال مليون سائح اللي هيغرقوا السعوديه دي يعني السعوديه كلها قد كده ما اعرفش هتحصل ازاي. اوكي. قصة لشخص اسمه مسمي نفسه الصخرة الصخرة ده واحد بيتشبه بدراك اللي هو الممثل العالمي الشهير فهو بيعمل فيديوهات ساخرة وحاط التاتوز وبيلبس زي التاتو يعني الوشم وبيلبس زي الصخرة وبيتكلم زيه ويرفع حواجبه ومش يعني بيقلده تقليد يعني واضح فطلع من كام يوم الصخرة ده وبيقول انه هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقفته وقالت له انت هتتحبس وهناخدك وهناخد واخدوا لانه ما كانش رايح يصلي في وقت الصلاة دي حاجة ولانه ايضا يتشبه بالكفار طيب هتعمل ايه بقى لما يكونوا الكفار عندك نكمل الحكاية بعد ما اخد المكالمة معنا الاخ احمد اهلا بيك يا احمد سلام المسيح معاك اهلا بيك يا أحمد. اهلا يا احمد ازيك احمد عابر من مصر ازيك عامل ايه نعم الحمد لله طب كويس مبسوطه اسمع صوتك يا احمد طمني عنك اتفضل انا كويس الحمد لله انا اللي ببقى مبسوط لا ما سمعتش كعلي ك... صوتك بقول انا اللي بابا ببغشوت مبسوط لما صوتكم كتر خيرك كتر خيرك طمني عنك انت ايضا عابر وبتعيش في دوله اسلاميه طمني عن حياتك مع المسيح حياتي كويسه وكل يوم بستفيد حاجات كتير من حضرتك وربنا يخليك ورب يباركك بشكرك يا احمد ويباركك الرب انا عايزك تكون بتستفيد من الكتاب المقدس وشركه الاخوه والمؤمنين وعايزاك تكون في صلاه دايما مع الرب هو ده اللي, اللي, يملاك روحيا ويقربك من الرب اكتر امين يا احمد لا شك طيب امين الرب يباركك ويستخدمك طيب شكرا الرب يباركك ويخليكي وتفيد ناس كتير يعني زي حالات كده ربي يبارك امين ربي يباركك يا احمد شكرا اورايت right. طيب عشان. مع السلامه طيب إيه إيه. طيب إيه يعني إيه كنت بكلمكم عن قصه الصخره ده وازاي هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مسكته خلينا نشوف الصوره اللي بعد كده طبعا احنا سمعنا انه هيئه الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر دي الامير اخذ منها يعني سلطانهم وصلاحياتهم بشكل كبير لكن ما موجودين لان الاسلام مازال هو السلطه والتغييرات والقوانين الاخيره قدمها الامير مازالت مبتعده عن السلطه الاسلاميه دي حاجه ودي حاجه okay. اوكي هنا أم واحد بيسال يعني انتوا ازاي عايزين تجيبوا سياح وانتوا هيئه الامر بالمعروف هنا عملت كده في أم 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 الهيئه اللي بيقول عليها الهاشتاج بيقول ايه الهيئه يعتدي على الصخره اذا كانوا اعتديتوا على واحد كده تعملوا كده هيجوا لكم الاجانب يعملوا عندكم كده ليه الاجنبي يجي يوجع راسه معاهم ويتسجن علشان لابس لبس كفار يعني ايه يلبس لبس كفار لابس جينز وبلوزه واحد لابس جينز وبلوزه موقفينه بتوع الهيئه نشوف الصوره بعد كده للناس اللي مازالوا الشيوخ الهيئه مازالوا هم بيتمشوا برضو في المولات وبيحاولوا ان هم يقبضوا على الناس او يعنفوا الناس، يا ريت توريني الصوره اللي بعد كده اهو بيتمشوا في كل حته. في صور كتيره حاليه يعني في هذا الـ 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 الوقت وهم لسه بيوقفوا الناس، واحد موقفينه عشان لابس جينز. طب يعني ايه بقى؟ اوكي؟ طيب آه خليني اروح اقرا لكم حابه اقرا لكم بعض التغييرات في القوانين الجديده اللي عملها الامير الحقيقه ان القوانين اللي اتغيرت دي واصبحت ساريه الان دي يعني طيب حاضر هاخد مكالمه حالا دي يعني انجاز غير عادي خليني اقولها لكم سريعا علشان يعني ما نخرجش من النقطة دي. أولًا إنه المرأة السعودية تستطيع إنها تطلع باسبور بدون ولي أمر. ما دام عندها واحد 21 سنة تقدر تطلع باسبور تقدر تغادر البلد بدون ولي أمر. إنجاز غير عادي. المرأة السعودية تستطيع إنها تعمل في أي مجال هي عايزة تعمل فيه، إنجاز كبير. تستطيع إنها تقيد موالدها المو... مو... تستطيع انها تكون ربة الاسره تستطيع انها تضع يعني عنوانها اللي يخصها مش عنوان جوزها لانه الاول كان لازم تحط عنوان جوزها اللي هي عايشه فيه ما يبقالهاش عنوان مختلف عنه لا تقدر تعيش لوحدها ويكون ليها عنوانها الخاص انجازات كبيره جدا حصلت وغيرت حياه المراه السعوديه بالكامل خليني اخد مكالمة مين معانا؟ سلام المسيح معاك أخونا عبد المسيح من أمريكا تفضل سلام السيد المسيح ليكي ولكل الناس اللي تقبل سلام السيد المسيح الحقيقة في ملحوظة مهمة جدا في خصوص اللي بيحصل حاليا في السعودية اكتشفنا إن الله ده ما هو مجرد إلا الوحي لأي حاكم يعني أنا طول عمري المسلمين بيعرفون إن احنا كفار <applause> انا بعرفهم ان هم عبيد الشيطان ودي ما غلط يعني هم بيقولوا أنهم هم زي ما هم من حقهم يكفروا غير المسلم فانا <applause> من حقي اصنفهم كما ارى او كما هو متاح من كل الثمار اللي بنشوفها في الارض. هو يعني وطبعا الـ الـ الافضل ان انك لما تصنف تصنف من الواقع مش الراي الشخصي وانت قلت كده اتفضل طب مش راي حضرتك شخص ده, ده ده واقع صح. يعني الثمار كلها yeah. بتقول yeah. ان الله اللي بيمد المسلم بتقعد بهذا الكم yeah. من العنف والوحشيه yeah. واحتقار الغير فيعني احنا ده. يعني احنا مش هنصنف المسلم لكن نحن نصنف هذا الاله لانه هو بيتكلم عن نفسه وده الافضل لانه المسلم مخدوع يعني يعني بالتاكيد اتفضل بكل اسف حضرتك يعني حضرتك بيقول آه لك طبعا الشرط انك انت غيرتي الباك جراوند بتاعك كنت من خلفيه اسلاميه لكن فكرتي استعملتي الهيومن سلس بتاعك استعملتي حواسك مشاعرك ادميتك نعم ده هو ده اللي انا بلوم عليه في المسلمين ان هم واخدين او بيسمعوا من المشايخ بتاعتهم وخلاص مش عايزين يفكروا اي حاجه بيقولها الحاكم هو اللي بيقول الله بالضبط يعني الله بالنسبه للحاكم في الدول العربيه هو مصدر الحكم نعم في مجال واسع للفتوى في الامر ده ايوه بالظبط حضرتك لو رجعنا سنه او سنتين بس ستيب باك للسعوديه هنكتشف ان كل اللي كانوا اللي بيعملوه النهارده من سنتين ثلاثه فاتوا كانوا حرام وضد الله وضد الشر وضد كل حاجه نعم فجاه كل نا. حاجه اتغيرت بمجرد ما ولي العهد حب يغير الناس لازم تفكر الناس م. لازم تفكر نعم وتفكر بشكل عدمي. وده اللي بيقولوه اه شيوخ كتير قوي يا اه اخ عبد المسيح ده اللي بيقولوا شيوخ كتير ان ب يعني لسه معترضين على اللي بيعملوا اه ال الأمير لكن المشكلة في الإسلام هو اللي هم شايفينه حاجة كويسة الاتساع. الاتساع ده يدخل الإنسان في مشاكل روحية كثيرة. لأنه مفيش حاجة محددة. فيعني يعني هنشوف دلوقتي بعض النماذج من الناس اللي بتعترض عليه وبيعترضوا بالفكر الإسلامي. الصريح المبدا الرئيسي حضرتك ايه؟ لا تحديهم بالقران فانه حمال اوجه. م -م. يعني كل اللي انا عايزه اطلعه بالقران، عايز yeah. ابقى زاني عايز ابقى قاتل، عايز ابقى اي حاجه اطلعها من القران واثبتها من القران وبالقران وبسنه محمد على كل لون يا باطشته كما اكتبها دائما. يا yeah. انا بشكرك ف... اخونا عبد المسيح ومن خلالك انا هقدم رساله لكل اخواتي المسيحيين النهارده. انا سعيده انك مهتم باخواتك المسلمين وبصلي ان الله يعطي قلب اخواتنا المسيحيين رحمه تجاه المسلمين اللي لسه محتاجين معرفه الله ومحبه الله بصلي انكم تكونوا مهتمين بالصلاه من اجلهم وانكم تكونوا يعني سريعين لتقديم المحبه ليهم لانهم محتاجين انهم يشوفوا محبه الله من خلالكم أمين أخوي الرب يباركك وأشكرك على متابعة الحلقة ده أنا اللي بشكر حضرتك وربنا يعوضك ويعوض كل فريق العمل اللي مع حضرتك شكرا ويباركك في اسم يسوع أمين طيب خليني أخد برضو من اللي قاله أخوي عبد المسيح هنا وأقول إنه في في ناس بتغير يا تقول لك ماشي كله اللي يقوله الأمير ماشي لأنه يعني في جزئية بتقول إن إحنا لازم نتبع ما يقوله الحاكم لكن في ناس بتقول لا ما زي مثلا الاستاذ عبدالعزيز العزيز الخزرج الانصاري ده شخصيه شوفوا صورته كده كتير منكم هيعرفوا لانه فيديوهاته الحقيقه يعني مثيره للجدل لا انا اسفه مش ده اللي بعد كده. لا ال الاستاذ عبد العزيز هي صوره بس غير ده. اللي بعد كده. طيب اني anyway. خلينا الوست... هو ده الاستاذ عبد العزيز الخزرج الأن... الانصاري ده بيتكلم عن موضوع اسقاط الولايه اول ما أسقاط الولايه قال لك بصوا بقى انا هقول لكم اسقاط الولايه الرجل على المراه يعني يخلوا المراه على كيفها تعمل اللي هي عايزاه والكلام ده هو بقى انا بقول لكم كلام هو قاله يعني انا باخد تكرار لكلامه هنا بيقول الكلام ده موجود في دول الخليج ما هم بيعملوا كده يعني من زمان وانا قلت الكلام ده من 12 سنه وهحط حطيت تحدي لدول الخليج ودلوقتي انا بحط نفس التحدي بقى ده للسعوديه لو عايزين تكونوا صادقين اسقطوا المل... الولايه في موضوع الزواج قنبله بقى دي قنبله اوكي لانه عنده حق لا تستطيع انك تسقط الولايه في موضوع الزواج لانه قران هتسقطها ازاي دي؟ وبيقول لكم انا انتظرت الرد 12 سنه وسانتظر يقول لك انا مش بس 12 سنه لا ده انا هستنى لحد ما اموت الظاهر لانه محدش هيعرف يرد على دي ولا يصلحها، وريني كده انت هتغير ازاي القوامه تشيل الولايه ازاي في موضوع الجواز. عنده حق. بيقول لهم بقى انتم بتبيعوا حريه المراه في كل شيء لان عندكم تعليمات هو اللي بيقول كده عايزين ستاتكم يروحوا يشتغلوا ويتعروا ويكونوا على كيفهم يعني آه يعني كده بيقول لهم ايه وريني بقى شطارتكم في التغيير ما تقدرش <applause> هو بيقول لهم ما تقدرش ما تقدرش تغير الشرع اهتموا بيقول لهم بقى نصيحه ليا اهتموا انكم تصلحوا القوانين في موضوع التعدد مثلا يعني خلوا الستات تتجوز وتستر مثلا مش تشيلوا عنهم الولايه وبعدين يكمل بقى يلعن الحكومات واللي بتسقط الولايه ويقول لهم عندكم ايه فانكحوهن باذن اهلهن وفي بقى طبعا فلا تعضلوهن ولا نكاح الا بولي كل الكلام ده اللي قاله محمد وايما امراه تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل 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 جواز عتريس من فؤاده باطل هنا المشكله بقى انه. يعني مثلا اقول لكم العلامه ابن باز قال ايه قال إيه؟ معلوم ان الذي جعل الرجال قوامين على النساء هو الله عز وجل فالطعن في قوامه الرجال على النساء اعتراض على الله سبحانه وطعن في كتابه الكليم وفي شريعته الحكيمه وذلك كفر كفر اكبر باجماع علماء الاسلام فتوى موجوده يعني تقدروا تشوفوها. الاعتراضات اللي, اللي موجوده على تويتر على موضوع اسقاط الولايه، يقولوا لهم انتوا عايزين بس تسقطوا الولايه بعد كده بكره تطلعوا اسقاط الصلاه والصيام والزكاه وحد السرقه وحد الزنا و هدفكم الحقيقي اسقاط كل شيء يتعلق بالدين. شوفوا. يعني الحقيقه انه الكلام اللي بيتقال ده كلام حقيقي. انه لا يمكن انك تشيل الولايه بشكل عام كده لانها آية قرآنية. لكن الأمير محمد بن سلمان عمل كده وقرر انه ده يكون قانون. أنت عايز تمشي على القانون امشي على القانون. عايز تمشي على الشرع امشي على الشرع. اداهم حرية. لازم يعني نقف هنا لنفكر بعض الشيء، في الاونه الاخيره هروب البنات السعوديات دي من ضمن الخلفيات اللي اتحط عشانها موضوع رفع الولايه ورفع السفر يعني اشمعنى حريه السفر؟ ارفع الولايه الولايه وبلاش موضوع السفر ده لانه كبير، لا موضوع السفر ده اتعمل له هايلايت كده يعني بروزه لانه مرتبط باتهام السعودية بقمع الستات إنسانيا والقانون الدولي بيقول إنك ما, تنف... ما ينفعش تقمع حرية إنسان في التنقل والتجول والاختيار والحياة والانتقال والصف ما ينفعش فالسعودية النهاردة تواكب آه يعني أو تريد أن تواكب شكلا بقى أو مضمونا أو واضح إن الشكل لازم هيؤدي للمضمون هنا عندكم شغل كتير لكن إحنا بنقول لكم برافو ما دام بتبتدوا تدوا حريه للناس هيكون عندكم شغل كتير ايوه لكن انتم الان بتواكبوا طريق الحضاره خليني ارجع في صوره هنا اللي هي تويته من الاستاذ طالب اللي فيها الاتوبيس ده والاسلام بيزق الحضاره الاستاذ طالب لو قدرت تحط لي الصوره دي تاني يا ريت بيقول كده انه في التويته دي وخصوصا في موضوع اللي يعني هو عمل التعليق ده في موضوع الهيئه اللي بتعتدي على الراجل اللي اسمه الصخر ده بيقول كده الى من يتهمون ان الانسان سيترك ان الاسلام سيتركنا في حالنا سيظل الاسلام للابد يعيق حضارتنا عن التقدم ثم إذا تحقق شيء منها غصبا عنه نسب الفضل إلى نفسه محاولة نسب الفضل في الحضارة والتقدم للإسلام محاولات فاشلة لأن ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان هو فكره الشخصي إنجازاته الشخصية ولا يمكن أنها تنسب إلى إنجازات الإسلام فبلاش الخلط ولازم نكون واضحين انتم النهارده اذا سنحت او سنحت لكم الفرصه انه يكون عندكم بعض الحريه دي حريه القانون، حريه العلم، حريه التحضر، حريه الليبراليه كي؟ ولكنها ليست حريه الاسلام باي شكل من الاشكال. لان الاسلام لا يمثل فكر الله باي شكل من الاشكال. المرأة السعودية النهارده عندها انجازات اكبر جايه. شفنا سيدات سعوديات هما بقى اللي ابتدوا يقوموا بالدور. هما اللي ابتدوا يقدموا اكتر. عايزين الامير قال انه المرأة يجب انها ترتدي ملابس لائقه محتشمه زيها زي الراجل. وده ما يتحددش بعبايه ولا غطاء اسود ولا اي حاجه زي كده. وقال ان القرار متروك تماما للمرأة. فقامت المرأة السعودية وابتدت تخرج من غير من غير الراس وتطالب بحرق الحجاب مثلا أو 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 النقاب وطلع هاشتاج إحنا مغصوبين على النقاب بيقولوا للعالم وبيتكلموا زي ما عملوا موضوع إسقاط الولاية ده فضلوا شهور عاملين هاشتاج اسقاط الولايه لحد ما اسقطت الولايه، دلوقتي بيقولوا احنا مغصوبين على النقاب، احنا رافضين ده، وشفنا سيدات بيطلعوا وبيمشوا في الاسواق من غير نقاب ومن غير حجاب، بلبس عادي. عايزه اقول كلمه لستات السعوديه، للناشطات والنسويات. عايزه افكركم انكم اصواتكم مهمه. زي ما قلنا كده على سيدات فلسطين بقول كده لسيدات السعوديه وسيدات تونس والجزائر والمغرب ومصر. افتكروا ان اصواتكم بتبني اجيال وان اصواتكم بتفتح طرق للحريه وانه ما فيش صوت يتكلم بالحق الا والله يعطيه طريق ونصره، اذا ما كانتش في حياتكم هتكون في حياه القادمين من الاجيال. بنشكركم لإنكم الأعمال اللي بتعملوها والتضحيات اللي بتقدموها والأصوات المسموعة اللي بتقدموها النهارده بتغير شكل الحياة في العالم الإسلامي. والله بيستخدمكم في كشف حقائق عن الإسلام وعن شر الإسلام. أتمنى إنه يكسر حاجز الخوف في داخل كل امراة بتقف النهارده وتقول أنا بطالب بحقي في الحياة. يكسر حاجز الخوف حتى انك تبتدي تشوفي حب الله الحقيقي ليكي عارفين الكتاب المقدس بيتكلم عن آآ آآ الله بيقول ان الله روح وانه حيثما وجد روح الله فهناك حريه ما يوجد في السعوديه من روح الاسلام لا يعطي حريه ولكن روح الله الحقيقي المسيح يسوع المسيح هو الوحيد اللي يعطيك حريه داخليه حقيقيه. تكلمنا مع احمد ومع مارينا اللي عايشين في وسط الدول الاسلاميه وهم عابرين ها ولكن الفرح والحريه الحقيقيه اللي هم عايشينها ها مصدرها يسوع المسيح حتى وهم في وسط الصعوبات والاضطهاد، حتى ولو ان حياتهم مش سهله ابدا وعندهم مشاكل لكن حريه الله المعطاه من محبة الله ليك لما تقبله ولما يغير قلبك يديلك فرح وحرية دائمة وحقيقية فما تخافوش انكم تطلبوا هذه الحرية لانفسكم بنصلي من اجلكم ومن اجل القادم لسه من المستقبل بصلي ان السعودية تفتح لتكون بلد عشان تكون بلد سياحية ويشوفوا الناس اللي فيها يعني يمكن يمكن الله يفتح باب انكم تشوفوا حياه المسيح في القادمين ليكم بصلي ان الله يكمل العمل في ارض السعوديه خليني اصلي من اجل الامير محمد بن سلمان يا رب احنا بنرفع امامك هذا الانسان يا رب اسالك تواضع في حياته يا رب اسالك انك تتقابل معاه شخصيا اسالك انك تمد عليه يد الرحمه وانك تعطيه غفران حقيقي وانه يتقابل معك شخصيا وانك تكون مصدر كل فكر في حياته وكل تغيير في بلده وكل باب يفتح وانه يكون كده زي الملك اللي امن بيك يا رب يسوع ففتح الباب لكل اتباعه فانا بصلي انه يكون هو ايضا يا رب من اتباعك وابنائك في اسم يسوع اصلي اشكركم احبائي ونصلي ان احنا دائما ناتي آه ليكم باخبار ساره من حول العالم كله في اسم يسوع امين والى اللقاء.